انت كتشوف اخويا شو الطريق كيفاش دايره اخويا، مابغاش هاد الناس يصوبوها كاع، والاحتكار اخويا مع هاد الناس هادو تيعطيو البال لمن ما بغاو، كيبيعوا سلعتهم لمن ما بغاو، وهما اصلا تيهبطوا اخويا تيبيعوا لنا في فاس بالثمن اللي كنشريو منهم حنا هنايا، فهمتي؟ اذا صافي حنا صافي نساليو صافي مشاو نسطاليو، واصلا والله الا اخويا راني تنبيع انا صافي، ما خلاو لنا والو، تنبيع صافي اخويا سالينا اخويا. انت السيمانه اللي فاتت تقريبا خمس ايام وانا كنصلح، والله ما الرسولات كلشي مهرس، وهاد السيمانه هادي فياج واحد اللي داير، انا كندير الزرع كندي من هنا الكرافيط وكنجيب الزرع من كازا، ما بغاوش يسرجيو لنا، تيبيعوا البال من ما بغاو، باش نشري انا السلعه ناخذها انايا ب 1600 درهم ونبيعها ب 3200 ولا 3100 في قنيطره ولا ما مسلكاش. انا وقفت والله الا وقفت اخويا وهاد الطريق، شوف هاد الطريق هادي دابا شنو، واش يرضى شي واحد يمشي بالحديد ديالو في هاد الطريق هادي؟ راه شوف راه المنكر اصاحبي هذا دابا تيغطي واغي بشويه ديال التراب، والشتا كتعري كتبين كلشي اخاي، والغاري في الامر اخاي ان هاد الناس هادو اغلبيتهم عندهم البوستات ديال الزفت، علاش ما يصلحوهاش؟ عندهم بوستات ديال الزفت، راه حنا كنسرجيو معاهم الزفت، حنا تنسرجيو معاهم الزفت، يلا حتى ما بقيناش كاع صافي، هرسنا الحديد هرسنا التسالا، راه ما بقاش اخويا، الله يدير شي تولد الخير. انت كتشوف اخويا هادشي بلا ما نحتاجو نهضرو اخويا، راه الاخوه كلهم هضروا اخويا، راه كلشي والطوناج اخاي، حنا بغينا الطوناج، خرج بالطوناج، الرمو كيمشي ب 66 طون 64 طون، طاراو طوناج هو خصو يخرج ب 44 طون، راه منكر اخاي هذا، زيروا لنا اخاي كلشي يخرج بالطوناج قانوني، حنا بغينا القانون اخويا. انا 11 يوم ما تحركتش، انا 11 يوم ما تحركتش، لان علاش؟ على الثمن ديال الزياده ديال السلعه، وعلى الطريقه هذه فاش كتهضر معاهم على الثمن ديال دابا انا كليان ديالي، انا شخصيا كنهضر مع كليان ديالي، مشيت عيطت لي جلست معاه في القهوه قلت له اخويا، قال لي اختي فياج ديال السلعه، قلت له مرحبا، قال لي خصك تجيبوا الثمن اللي كنت كتجيبوا لي، قلت له راه السلعه راه زادوها في الكارين ها شنو ها شنو، دابا قال لي شنو كانت فاجئ، لا غدا عيط لي في التليفون كيحرم ولادو بان تخول الثمن اللي كنت كنخولو به انايا، انا كنخلص هنا هنا كنخلص 3000 درهم، هما هو خووها له ب 2300 درهم، مولينا الارباب المقالع عندهم كوما ديالهم كيخرجوا، وما عندهمش ما عندهمش حق يخرجوا نهائيا من الكاريان، عنده كاميو باش يقريني في الكاريان ويخدم به شغله في الكاريان، هو كيخرج يتنافس معك في الميدان، كيهبط لك السلعه بالثمن اللي كان كيهبط بها القديم. يعني هو عنده الكاريان وكيزيد يهبط لك في السلعه، يبيع لك السلعه بثمن زايد، كيبيع لك السلعه بثمن زايد ويولي يهبط لك السلعه هو بثمن اقل منك باش تهبطوا انت. بغيتي ولا كرهتي انت مضرور، حنا ما لقينا ما ناكلو اخويا، ما لقينا ما نشربو، حنا انا كامل 11 يوم ما تحركت به، طلع عليه صواعر، طلع عليه ضرائب، طلع عليه بزاف ديال الحوايج، انا في الدار ما لقيت ما نتحرك، ما لقيت ما ناكل انا وولادي بصفه عامه، باش نهضرو، باش اخويا انا اضطريت نوقف، من حقي غنوقف، وهاد الوقفه احتجاجيه دايرينها حنا بقانونيه، ماشي دايرينها فوضويا، دايرينها قانونيه. باش انا مضر وجاي اخويا نوقف، هاد الناس يديروا معنا حل، غير اما هاد السلعه مثلا وصحاب البان فوق هاد الشيء، السيد كيطلق المنشكه راه كيطلق فوا ديال الفلوس، كيقطع له البون، البون اقل ثمن، اقل ثمن، كيقطع له، كنهضر معك انا كنهضر معك الشخصيه، اقل ثمن كيقطع له البون، وانت كتجي لهنا كتاخذ السلعه اس بيس كتخلصها بواحد الثمن باهي، كتخلص مثلا الفايل ب 3000 درهم وكيقطع البون ب 1000 درهم. يعني شوف الفرق، شوف بالسيف عليك انت كتخلص فلوس، ما عندكش الشكاره. فهمتيني ما فهمتينيش؟ كنقول لك كنهضر معك انا بواحد الصراحه، كنهضر معك عفوي، ماشي من ذاك القضيه ديال راني نبدا نزوقك في الهضره، كنهضر معك بشي حاجه اللي عفويه عادي، انا هكا كنهضر فهمتي؟ صافي حنا الشيافر كلشي مضر، اي واحد اي شيفور هنا مضر، ما هذه الاثمنه ديال دابا عينا الحل واحد، اول حاجه الطريق تصاوبوا، والثمن ما يبقاوش لبان ما يبقاوش، هذا الشيء اللي كنعرف، انا كنخلص يجي هو يخلص معايا، صافي التساوي في الاثمنه، هادشي اللي كنعرف انايا، فوق هادشي انا 11 يوم ما حركتوش، ها هو الكاميو، 11 يوم، 11 يوم هاد الكاميو شحال طلع لي المصاريف في النهار يوميا، راه طلع لي واحد 400 درهم و 350 درهم يوميا. يعني الا ما داروش الحل مازال، ما داروش الحل مازال حنا واقفين هنا. يعني كلش هاد الكوم اللي كتشوف هنا كاملين مازالين واقفين، كلشي مضر، هاد اللي واقفين هنا كلشي مضر، حتى شي واحد ما مضرش واقف هنا زعما كلشي مضرور. انت بالنسبة للطريق هيا شو كي دايرة؟ بالنسبة للكاريانات ما كاين حتى واحد، كلشي زايد في السلعه، كاين شي زايد صحاب البوان هالكونا، ايوا هادي يا خويا المشاكل اللي كاينه، والسلعه بصفتها كلها شي زايد شي ناقص، صحاب البوان اللي على شحال هادي كيبيعوا باش بغاو، وحنا اخويا مضضرين في هادشي. يعني عانيتو؟ عانينا بزاف. هادي راه مده دابا ديال الشهر هادي وحنا كنعانيو. يعني كنتو شي مساعده من المسؤولين؟
طلبنا شحال المساعده وما كاينش اللي كيستجب معنا نهائيا. وخلانا كما كيقولوا الاخر وصل لموصل العظم. ما بقيناش صافي، ما بقينا كنخدموا لا والو دابا صافي. نردي البوسي. اها وشنو المشكل كتعاني منه؟ كنعانيو من المشكل ديال طريق الكريانات كلها محفره وداروا معنا يصوبوها وما صوبوهاش، وهذه شي من 2021 لدابا هي مازال ما تصوبات. وهاد الحفاري هادو كيضروا بهم نتوما ولا مضارين بهم راسهم هما؟ لا حنا اللي مضرورين بهم. باش مضرورين؟ مضرورين كالبنوات لا مات. المهم مول الكاميو واكل واكل يعني الا خسر الكاميون انت كتحمل المسؤوليه ديال الكاميون ديالك كتصوبو انت. واخا هزلو سلعتو هو انت كتصوب الكاميون ديالك كتصوب. بالنسبه قالوا لنا بلي كاين الزفت تما، كاين التراب تما، كاين كلشي عندهم تما، كلشي عندهم تما في الكريان الزفت كلشي كاين عندهم والو ما كيصوبوا لنا حتى شي حاجه. مخلينا هكا. الاعياد يعني كتستافدوا منهم شي شيء؟ لا ما كنستافدوش من الاعياد. لا والو ما كان اي كتخرج من الباب الكريم ما كيعقل عليك حتى شي واحد. يعني لو وقعت شي حاجه غير في الباب ما والو، غير توقع لك شي حاجه غير في الباب والو ما يتسوق لك حتى شي واحد. وشنو خلاكم اليوم ديروا هاد الوقفه التجريبيه؟ ايوا خويا خلانا نديروا هاد الوقفه هادي على حساب هاد الطريق. ايوا ولا ما داروش معنا شي حل راه غادي نهبطوا للعماله. اخر حل.